سرطان الرأس والعنق، ورم خبيث يظهر في هذه الأجزاء من الجسم. وتشير الإحصاءات الطبية إلى أن عدد إصابات سرطان الرأس والرقبة وتجويف الفم يبلغ 550 ألف إصابة بمختلف أنحاء العالم سنويا. لذلك تصدر هذا الموضوع عنوان اليوم العلمي الذي أقامه قسم طب الفم في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق. لنتعرف أكثر عن أبرز ما طرح خلال اليوم العلمي. معنا بالاستوديو الدكتورة عبير أحمد الجوجو، رئيسة قسم طب الفم في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير، أهلا فيكم. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. بالبداية خلينا نتعرف مع حضرتك عن يمكن سرطان، يعني سرطانات الرأس والعنق، وشو هي العلاقة بالفم؟ بالفم. صباح الخير. السرطان بشكل عام إذا بدنا نعرفه شو هو السرطان، السرطان هو مرض اختلف كتير ذوي الاختصاصات المتعددة من أطباء وأطباء أسنان على تعريفه، ولكن تم الاتفاق أخيرا يعني على أنه هو مرض نتيجة خلل جيني، يعني هو مرض مورثي جيني. بالجسم نحن في عنا آليات دفاعية مناعية، في شيء اسمه الرقابة الداخلية بالجسم. أي خلية رح تعمل أي صفات شاذة واللي هي بتكون خلايا سرطانية نتيجة أي عامل ما قد يكون مجهول أو معروف، في ضوابط بالجسم، في رقابة رح يتم مباشرة القضاء على هي الخلية والتخلص منها حتى ما تعمل شيء اسمه الكارسينوجينيزيز أو التسرطن. بلحظة ما ولسبب ما ممكن العضوية تفقد هي الرقابة وتفلت هي الخلية السرطانية بمكان من الجسم وتروح وتعمل هذا التسرطن اللي هو تكاثر غير مضبوط، انقسامات شاذة سريعة متتالية لتشكل كتلة أو خلايا تجتاح النسج وتسبب تخرب فيها. فالسرطانات بتصيب جميع أنسجة وأعضاء الجسم اللي فيها انقسام وتكاثر ونمو أو تجدد. لذلك بنسمع انه في انواع واشكال كثير. جينا لسرطانات الراس والعنق وسئلت هذا السؤال، انه شو هي سرطانات الراس والعنق، هذا المصطلح الكبير، ليش اخترتوا هذا العنوان بالذات؟ في له اهميه؟ في شيء تغير؟ في تبدل بالاحصاءات او الاصابات او تطورات؟ حقيقه هو يعني اذا بدي احكي بدقه هو ما في شيء تغير حدث يعني او ترند بعدد الاصابات او الوبائيات، ولكن سرطان الثدي في جمعيات خاصة تعمل ندوات مستمرة، توعية مستمرة، مسح دوري للسيدات للوقاية وللتشخيص المبكر بسرطانات الثدي، سرطان الكولون إلى آخره. في جمعيات عم تقوم بهي المهمة بشكل كتير كبير بالتوعية والتشخيص والوقاية وحتى العلاجات. سرطانات الرأس والعنق بخصوصيتها، لنرجع لبداية السؤال، هي مجموعة من السرطانات بتشمل أنواع متعددة، ممكن تكون سرطان دماغ، سرطان بلعوم الأنفي، سرطان بلعوم الفموي، سرطان الفم اللي بخصنا نحن أو بيهمنا كأطباء أسنان، سرطان الشفة، سرطان العقد اللمفاوية المجاورة للحفرة الفموية، سرطان الحنجرة، سرطان الدرق، كلهم هدول بيجوا تحت مجموع سرطانات الرأس والعنق. نسمع عنهم هدول السرطانات، يعني الله يبعد السرطانات عن كل العالم، بس قليل ما تصير حالة فموية. مو قليل. نسبة انتشارها طبعا، هلا نسبة الإصابة الأعلى للنساء هو سرطان الثدي، وللذكور سرطان البروستات، وهي وسرطان الرئة بشكل رقم واحد بنسبة انتشار السرطانات. ولكن سرطانات الرأس والعنق بما أنها بتضم عم قول أنماط متعددة فما تم الحديث عنها بشكل مفصل أو تخصيص يوم علمي أو مؤتمر أو حتى رابطة لهي السرطانات لنحكي فيها. طيب اليوم نحن صار في عنا يوم علمي وحكيتوا عن هذا الموضوع، خلينا نتعرف من حضرتك شو المحاور اللي طرحتوها، واليوم يمكن كتير مهم أنه نحكي عن هيك موضوع لأنه توعية حتى الدكاترة أو الوجود هذا الشيء بقلب كلية، يعني في دكاترة طلاب متدربين، في دكاترة مشرفين عم بيكون موجود، وغالبا عم بيكون موجود أحيانا من محافظات عم يجي دكاترة يشاركوا بهي الأيام العلمية. خلينا نحكي عن شو تم طرح. نعم، أنا لأقول بعجالة اليوم العلمي هو يوم أو جزء من سلسلة من الأيام العلمية المجانية
اللي حطتها كلية طب الأسنان من ضمنها قسم طب الفم. في نحن عنا برنامج بكل أول عام دراسي بنحطه لسلسلة من الأيام العلمية المجانية اللي بتستهدف الأطباء والأخصائيين طلاب الدراسات العليا، لا تسقيفهم، توعيتهم، التأكيد على المواضيع اللي بتهمهم وبتخدم المجتمع. هون بيجي دور الجامعة بخدمة المجتمع والمرضى. سرطانات الرأس والعنق مثل ما حكيت، هذا اليوم العلمي كانت فكرته أنه نحن نجمع مجموعة من الأخصائيين متعددي الاختصاصات، ضم أخصائيين من التشريح المرضي، أخصائيين من الأذن الأنف، جراحي الأذن الأنف والحنجرة، أخصائيين معالجة الأورام بتخصصاتهم الفرعية المختلفة، المعالجات الشعاعية، المعالجات الكيميائية، أخصائيي جراحة الفم والوجه والفكين، وأخصائيي طب الفم اللي هو اختصاصي أنا الدقيق اللي بيهمه كتير هي الأمور. مجموعة هالأخصائيين إذا بدنا نحكي إنه هذا اليوم العلمي شو طلع بنتائج أو بأفكار، إنه نحن مريضنا اللي مصاب بأحد أشكال هي السرطانات، سرطان بلعوم أنفي، تجويف الأنف، سرطانات الجيوب إلى آخره، إنه لازم يكون اللي بيرعاه ليس فقط أخصائي معالجة الأورام وإنما مجموعة من الاختصاصيين اللي هن أطباء الأسنان، جراحي الوجه والفم والفكين، أخصائي الأذن والأنف والحنجرة، وأخصائي معالجة الأورام. لنقدم معالجة أولا تشخيص وتقييم دقيق لوضع ومرحلة هذا الورم، ثانيا تقديم العلاج الأنسب له، وثالثا وهو الأهم هي متابعة المريض، الدعم والرعاية الصحية للمريض، لأنه أحيانا نحن بيتم تشخيص الورم وبيقدموا العلاج المناسب، ولكن حتى العلاجات قد تمتلك آثار جانبية تأثر على نوعية حياة هذا المريض. في بعض الحالات القليلة ممكن المريض يتوفى من الاختلاطات الناجمة عن المعالجة، وهي الاختلاطات إذا تم متابعة مريضنا ممكن نتلافاها تماما أو نخفف تأثيرها بشكل كتير كبير. فهي الفكرة الرئيسية، أي مريض أصيب بهي السرطانات أنه يتابعوا فريق متكامل، وحقيقة جميع المحاضرين والأخصائيين اللي كانوا موجودين اتفقوا على هي النقطة، أنه مريض مصاب بسرطان من سرطانات الرأس والعنق لازم يتابعوا فريق متكامل من جميع الاختصاصات اللي ذكرتها، لنأمن أو نحول هالحالة المرضية، وهي فكرة حكاها أمامي أحد أخصائيي معالجة الأورام، أنه نحن مريض الكانسر أو مريض السرطان، نسمع منقول سرطان بيخافوا الناس، بيخافوا بتصير مثل أنه نهاية العالم، لا، مع توافر العلاجات الحديثة نحن ممكن هذا السرطان أو هي الحالة أو هالمرض نحوله مع المتابعة الجيدة لمرض مزمن مثله مثل الأمراض الضغط والسكري، إنه هذا المريض بيجي بياخد علاجه، بياخد أدويته، بيروح يتابع حياته، ممكن يرجع لدوامه إذا تم متابعته بالشيء، يداوم ويرجع لحياته اليومية ويبقى معين لأهله ولأسرته إلى آخره. فالدعم والرعاية والتشخيص الدقيق والمتابعة للمعالجات هي اللي ممكن تأمن نوعية حياة أفضل لمرضانا وتحسين إنذار والبقية لدى هدول. نعم نعم دكتورة، يعني كثير شفنا حالات من سرطانات الثدي وغيرها من السرطانات، شفنا حالات على أرض الواقع تكللت بالشفاء. خلينا نحكي عن طرق المعالجة اللي طرحتيها حضرتك من الفريق الكامل والمتكامل، ودائما المريض بخاف لما يفوت بالعلاج الكيميائي، نحكي عن هاي النقطة، ونحكي انه تم حالات قدام حضرتك هي انشفت من سرطان الرأس أو العنق أو الفم؟ نعم، بدي أحكي باختصاصي لأنه سرطانات الفم دائما الأمثلة والعبر هي بتقوي أكثر من، نعم، من نعم، العلاج ممكن. الكلام النظري لا، على أرض الواقع سرطانات الفم وخاصة شأن جميع السرطانات، التشخيص المبكر يعني الشفاء. هي سرطانات نهجة بأغلبها ليس عدائي بشكل كبير، فنحن عند التشخيص المبكر ممكن نحقق الشفاء، نحقق الشفاء مع أقل الأضرار الجانبية اللي ممكن تنجم عن المعالجات سواء الجراحية. نحن في عنا أورام ممكن بعض أنماطها النسيجية ممكن تؤدي لتخرب واسع بالوجه بالفكين، وحتى ممكن تأخذ بطريقة العين أجزاء واسعة من الوجه. بهذا الإطار أيضا أخصائي التعويضات، أخصائي التعويضات المتحركة اللي ممكن يعملوا تعويض تجميلي لهالأماكن اللي تم خسارتها، لأنه حافظ على الوظيفة والدعم النفسي والشكلي والجمالي للمريض. فالحالات ممكن تكون شافية، أي ممكن تكون شافية، وممكن يتم متابعة المريض ليعيش حياة طبيعية أو شبه طبيعية بعد الشفاء. المعالجات المطروحة، خطوط المعالجات التقليدية من جراحة
العلاج الكيميائي انستطب طبعا، لانه في اورام لا يقدم لها معالجات كيميائيه، في معالجات يجب ان يقدم لها، والمعالجه الشعاعيه سواء كانت استطباب رئيسي او تلطيفي لا الحاله هو مطروح. الفكره اللي انحكى فيها واللي كثير كانوا الاطباء اللي حضروا اليوم العلمي مهتمين فيها، انه في معالجات حديثه انطرحت وموجوده بمشافينا، مشافي الجامعه، مشافي الاسد الجامعي، ومشفى البيروني اللي عم يقدم عمل جبار، عم يقدم خدمه كبيره لمجتمعنا ولمرضانا. هي اسمها المعالجات المناعيه، المعالجات الهدفيه، وحكى فيها الاستاذ رئيس قسم الاورام أنه هي معالجات مكلفة جدا ومؤمنة موجودة. هي المعالجات إذا قدمناها بشكل مفرد أو كمعالجة داعمة للمعالجات التقليدية كتير عم تحسن من الإنذار والبقية، وقد تحقق الشفاء للمريض. أكيد. يعني دكتورة دائما العلم ما بيتوقف. نعم. قد ما حاولنا نقول وصلنا لشيء أو وصلنا لنتائج بنلاقي لسه بكرة فيه أكتر. نعم. وهي يمكن اللي بينبع منها أهمية البحث العلمي والأيام العلمية. صح. بشكل عام هي خلط الأفكار، البحث عن نتائج بظل هاي الظروف اللي عم نعيشها. تمام. يمكن في كتير نتائج جديدة بالعالم ما قدرت توصلنا أو ما قدرنا نحن نتابع تقنيات موجودة لأسباب كتيرة ومعروفة. اليوم هل تم الحديث عن البدائل اللي هي ممكن أن تقدم عنا من حلول علمية؟ يمكن هل في مشاريع انشغلت على هذا الموضوع ضمن الكلية؟ ضمن الكلية أو ضمن الجامعة؟ ضمن كليتنا وضمن الجامعة ومشافيها طبعا في خطوط بديلة دائما للعلاج، وحقيقة الكادر الموجود من أساتذة وأخصائيين، الجامعة ما عم تقصر، رئاسة الجامعة بدعمهم لدعمهم العلمي واللوجستي، وهن كمان كباحثين ما عم يقصروا بهذا الأمر. فأنا بعرف حتى معظم المحاضرين اللي رتبنا مواعيد اليوم العلمي كانوا مرتبطين بسفر خارج القطر بمؤتمرات وندوات، دائما عم يكونوا عم نتابع كل شيء جديد، وعم تتأمن هي المعالجات معنا يعني غير متوفرة، متوفرة وموجودة، والخبرة كل ما عم تتطور تتقدم للأمام. نعم. فحتى الأجهزة المتطورة بالطب النووي والطب حكوا عنها كلها موجودة، موجودة بالأسد الجامعي، فنحن مواكبين التطورات وإلى أكيد. دكتورة يعني مثل ما ذكرنا كلمة سرطان هي كلمة مرعبة، والله يبعد هالمرض عن كل الناس. بالختام خلينا نحكي قديش مهم اليوم نكون واعيين لروتين حياتنا، قديش واعيين وننتبه لجسمنا لحتى نحافظ عليه ونبتعد عن السرطانات. طرق توعية ونصائح بتحبي تقدميها لكل المشاهدين حتى ينتبهوا على صحتهم ويبعدوا عن السرطان؟ نعم. النقطة الرئيسية انه بسرطانات الرأس والعنق بشكل خاص، انه العوامل المسببة اللي الاحتمال الاعلى انها هي عوامل مسببة اكيد لها السرطانات هي معروفة، وبتحتل رقم واحد على عالميا ومحليا التدخين والكحول، وفي بين قوسين شيء اسمه اللايف ستايل او نوعيه حياتنا، الحياه اليوميه. ما في توضيح علمي دقيق لهذا الامر، وباليوم العلمي انحكى بمحور من هي المحاور عن دور التغذيه ونمط الحياه بالوقايه او تسبيب السرطان. هو ما في ادله او شيء ابروفال عليه اخذ واضح، ولكن نحن لما انا جسمي قوي، تغذيتي جيده، انا فعال فيزيائيا وحيويا، انا رياضي، انا محافظ على صحتي وعلى جسمي، حتما الجسد هو كل متكامل. لما أنا مناعتي قوية وجسدي قوي رح يقاوم أكثر، أو إذا في حال أصيب بالسرطان حتكون قدرته على الشفاء والاستجابة للعلاج هي أفضل. فنمط الحياة الصحي، الابتعاد قدر الإمكان أو منع التدخين، ضبط المشروبات الكحولية، المحافظة على صحة جيدة، المحافظة على صحة فموية جيدة، الفحص الدوري لأي تغير نسيجي ممكن يصيب الفم أو تغير حتى بالصوت بالجسم، نكون نحن واعيين له كأطباء أسنان وك مشرفين ومطلقين على حملات. نعم. أكيد. دكتورة عبير أحمد جوجو رئيسة قسم طب الفم في كلية طب الأسنان، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كثير دكتورة، الله يقويكم ودائما موفقين بعملكم السامي. شكرا كثير لك، لحضرتك ولكل المشاركين معك، والله يبعد المرض عن الكل. آمين يا رب. شكرا لكم. شكرا. شكرا.